المفاجأة هي كانت في فيلمك الروائي الأول التجاري، يعني دي كانت نعمة كبيرة جدا، بس في لحظة كان ممكن تكون نقمة على مروان حامد. عمارة يعقوبيان؟ اه طبعا، لأن هو كان مسؤولية كبيرة جدا، طبعا كبيرة. يعني أولا كان النص الأدبي نص ناجح جدا ومهم، ونص والسيناريو يعني سيناريو الوالدي أولا، دي نقطة في حد ذاتها يعني فيها مسؤولية كبيرة جدا جدا، أكبر مسؤولية، يعني إنه هو سيناريو والدي. فهل هبوظه؟ بالظبط. يعني حاجة برضو كانت يعني من الحاجات اللي بتخوف. يعني هو بقى قرار يعني إسناد الفيلم ليك، يعني في النهاية المناقشات كانت إزاي؟ استشرت مين؟ هل في لحظة خفت وقلت لا أنا مش هعمله، ولا لا أنت عندك قلب أسد يعني وقلت لا أنا هعمل ده وشايف إن أنا هنجح؟ يعني كان في تردد، كان في تداول للفكرة؟ سألت شريف عرفة؟ والدك صرحك قال لك بلاش يا مروان؟ معرفش إيه أجواء. أنا فاكرة الفيلم ده كويس جدا لأنه كان حدث، ده عرضه البريمير بتاعه كان في دار الأوبرا، صح؟ أيوه. يعني هو كان حدث كبير جدا. فانت بالنسبه لك ايه كانت الاصوات اللي داخل مخك؟ هي البدايه كانت لما والدي اشترى الروايه، كانت سنه 2004 تقريبا. وكنا يعني بصدد ان احنا نحولها لفيلم. وبعدين بعد شويه الاستاذ عماد الدين اديب تحمس لانتاجها، وخد هو زمام الامور الانتاجيه يعني بعد كده، وابتدينا نشتغل عليها. يعني كل مراحل العمل في عمارة يعقوبيان بالنسبة لي أنا كانت ممتعة جدا، وكنت بشتغل بحرية شديدة جدا. يعني طبعا في كل المخاوف دي وفي كل الحاجات دي، بس أنا سواء عن طريق والدي، سواء عن طريق الأستاذ عماد الدين أديب، سواء عن طريق الأستاذ عادل أديب، سواء كل فنانين الكبار، وعادل امام طبعا، الاستاذ عادل امام طبعا، الاستاذ نور الشريف، الاستاذه يسرى، كل الناس اللي كانت موجوده، ما كانش هذا الاحساس بالتوتر موجود. بالعكس، كان فيه الاحساس بالمتعه موجود طول الوقت. وفي نفس الوقت كان فيه، انا لما الواحد عنده مسؤوليه كبيره زي كده. كان عندك كم سنه يا مروان ايمن؟ 25 26 حاجه كده. اظن يعني كانت 2004. انا قعدت اذاكر كويس جدا بشكل كبير جدا، اذاكر ما وراء الروايه واذاكر السيناريو كويس جدا علشان ابقى فاهم انا داخل على ايه. على ايه ده؟ بمعنى ايه؟ ان العالم السينمائي ايه، اللي انا بعمله، نوع الفيلم ايه، الشخصيات دي تركيبتها عامله ازاي، الاماكن ايه. وكان في قرارات كده ان احنا لازم نصور في الاماكن الحقيقيه عشان يطلع فيه مصداقيه كبيره جدا، ان الديكورات تبقى يعني تتعمل بدرجه مصداقيه عاليه جدا انها تضاهي الاماكن الحقيقيه وما الى ذلك. ده كله انا خدت فيه دعم كبير جدا من كل القائمين على الفيلم. ودي اهم حاجه، ان الواحد لما يشتغل الخوف والتوتر ده مصاحب الواحد في كل عمل، ولكن الحريه مهمه جدا الواحد شغال. ودي كان اكتر حاجه يعني انا يعني ما كنتش متحاسب لا انت ولا والدك الكبير الحبيب الراحل استاذ وحيد حامد انه يقولوا ما هو جايبين مروان مجامله لوحيد حامد، يعني ده ما كانش في الاجواء، ولا كنتوا ممتلئين ثقه بموهبتك اللي هي حقيقيه وتجاربك القصيره السابقه، وما عندكوش المخاوف اللي ممكن تعرقل البدايه؟ ممكن كان ده يبقى موجود، بس انا ما كنتش يعني اقصد ايه، ما تصدرليش، انا ما شفتوش. وفي نفس الوقت انا كنت مركز جدا في الشغل، فكنت بعزل نفسي عن اي حاجه الا ان انا ابقى مركز في صنع الفيلم. وقتها برضو ما كانش زي دلوقتي، يعني وقتها ما فيش سوشيال ميديا بقى، وما فيش الموضوع ده خالص. يعني هننزل هنروح يا دوبك كنا التليفونات، البدايات حتى التليفونات يعني حتى اللي هيقولوا نميمه هتبقى في اعداد خاصه، مش هتبقى زي دلوقتي. الوضع مش زي دلوقتي يعني دلوقتي بيبقى الموضوع مختلف يعني. بس انا كنت حاطط نفسي في يعني زي اللي عنده كده بيعمل دكتوراه، اللي بيعمل امتحان ثانويه عامه، ف
فبيبقى الواحد بيعمل لنفسه معسكر من التركيز والشغل في ده. وما انساش طبعا الدعم اللي انا خدته من كل النجوم الكبار على رأسهم الاستاذ عادل امام. يعني برضو من الحاجات ان انا اول يعني لقطه اول مره اقول اكشن في فيلم روائي طويل كان في وجود الاستاذ عادل امام. دي حاجه في حد ذاتها كبيره جدا يعني. دي تكتب في مذكراتك والله بقى. هو فاكر مشهد ايه يا استاذ مروان؟ اه طبعا اللي هو المشهد اول شوط الاستاذ عادل في الفيلم في فيلم عمارة يعقوبيان وهو جالس في البار. هو ده كان اول مشهد احنا صورناه, اول شوط احنا صورناه. ولكن انا لا انسى خالص يعني من امتع الاوقات اللي فعلا الواحد قضاها كمخرج هي في اثناء العمل مع الاستاذ عادل امام. استاذ عادل يعني فنان كبير جدا, وبعدين هو بيحتوي الفيلم كله مش بس المخرج يعني كل اللوكيشن. بعدين حالة من الفن والابداع الكبير جدا والجدية الشديدة جدا والحب الشديد جدا ولحظات رائعة يعني بصراحة. وفي نفس الوقت كان بيديني ثقة كبيرة جدا يعني اداني ثقة كبيرة جدا جدا لدرجة ان في اوقات كان بيجي التصوير مثلا كذا, جيك التصوير كذا مرة وهو ملوش في اليوم ده التصوير مثلا. هو فيلم, انا بس هرجع الناس بالذاكرة للفيلم ده لما اتعرض. كان حدث كبير جدا, كانت دار الأوبرا المصرية المطلة على النيل كانت في استقبال نجوم وصناع الفيلم اللي متاخد عن رواية باعت وعملت طبعات مرعبة. كان في كمان الرواية جزء منها كبير سياسي, فكان في استقبال مش بس لحدث سينمائي انما لرأي سياسي موجود في الفيلم. انه كل هؤلاء النجوم اللي كاتب السيناريو وحيد حامد, يعني لقطة واحدة من كل اللقطات دي كانت تصنع زخم, ما بالك تكثفها في كلها في عمل واحد. كان حدث والفيلم نجاح مرعب واتعرض في الخارج. ده حقيقي, ويمكن كل الحاجات دي كانت موجودة فعلا في الفيلم, كل العناصر دي موجودة. بس العنصر اللي احنا كنا حاسينه واحنا بنصنع الفيلم ان احنا كنا بنعمله بإحساس عالي جدا وبحب شديد جدا وبإيمان شديد جدا. وبالتالي هتلاقي حتى على الشاشة لحظات, يعني في لحظات على الشاشة كبيرة جدا, سواء الأستاذ عادل إمام الأستاذ نور الشريف اللي برضو دعمني دعم كبير جدا في هذا الفيلم. هو أستاذ, هو أستاذ كبير جدا ودعم لكل الأجيال الجديدة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش, وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.